بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة المشارك في قمة قادة الدول مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس الوزراء الهندي.